السلام عليكم معكم رضوان رزو الملقب بطشطش البداية ديالي اخويا صراحة كنت كنفكر انني تقريبا في 2009 و تسعود كانت عندي الهواية ديال المسرح وكنت كندير المسرح وكنت كنكتب كان قصص كوميدية قصص بوليسية ومن بعد كنت تعرفت على واحد السيد سميتو مونسيف بيكاسو قررت انني انا وياه نديرو شي فيلم ولا شي حاجة و وهو كان كيعرف واحد الصديق آه، واحد اليوتيوبر سميتو امين فيليالي كان كيعرفو وتلاقيت انا وياه ومن تما بدات المسيره جا من واحد الصديق كان غير مار من 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 عين سبعه وكنا كنصوروا وكان واحد البلان ديال كانت فيه كلمه كشكش وطشطش كانت فيه كلمه كشكش وكنا مناقشين على واحد اسمية وداز داك الدري غير دايز وقال لي داك الدري غير دايز وقال لي آه، آه قال لي تجي معك طاشطاش مزيانه صافي وبقات هذيك الطاشطاش من تما. اه عادي يا ابن كتبان كلمه شويه مشرمله ولكن عادي. لا انا تخلصت. اه لا ما يمكنش صافي تخلص ما عنده واحد يمتشل معايا ويخلصني. اه زعما كيفاش يتشهر. لا لا واخا الا بغى مرحبا فابور ما با اي واحد باغي مرحبا ما لا اش غنتخلص. كي جوا اخويا حوايج كيما قلت لك انا من 2009 ل 2010 كنتش كنكتب قصص كوميديا وبوليسيه هذاك الشيء علاش؟ كيجي داكشي من عند الله سبحانه وتعالى كنكون كنكتب كطيح لي شي فكره وكنزيد بعض المرات كنت انسبيرا من افلام هنديه افلام امريكانيه افلام مصريه قديمه نأخذ واحد الانسبيراسيون وكنكمل من عندي الفكره وكنحاول نبدلها وكنخدم عليها السند ديالي هو اه واحد الدراري الله يعمر لهم الدار جيلالي و الشرقي صراحه كيوقفوا معايا وكيثوروا معايا وكنثور لهم وغادي الخدمه مع بعضياتنا غادا مزيان ضروري انتقادات فين ما مشيتي كتلقى انتقادات، هاد المحتوى غير لائق، هاد المحتوى كاين اللي كيعجبو المحتوى كاين اللي ما كيعجبوش لا دير كوميديا لا لاخر يقول لك دير الدراما دير الاكشن، ضروري انتقادات في اي مجال. شي طريفة وقعات لطشطش اثناء التصوير. آه الطريفة اللي وقعات لي هي اثناء انقلاب السيارة في فيلم ديال ولد الشرق ملي كنت كنصورو. تقلني كان غي قشلني <applause> اغلى اجر خديته من اليوتيوب بالضبط خديت آه 3500 درهم حيت ما كنلوحش بزاف داكشي الشيء علاش خويا انا راه باقي انا انا كانت عندي سنتروا شريتها من مالي الخاص وما عمر شي واحد عطاني شي حاجه كنت خدام خد في البلديه شطابه وجمعت واحد شويه فلوس وخديت سنتروا 103 ومن بعد قلت لك ملي مابقاش خدام خد مع ود راه شرا لي موتور شرى ليا موطور كبير شينوا بشرى ليا بشي مليون و الف الله يخلف عليه. ان شاء الله بحول الله داكشي الا بغى الله سبحانه وتعالى حنا ما نقدروش ن... ندخلو في شؤون الله ولكن الا بغى الله راه من غدا ولا من بعد غدا كاع تصبح تلقى راسك فنان. بصح كنتعطل حيت الخدمه ديالي هي اللي كتلزم لي انني نتعطل حيت عندي جوج خدمات انني كنصور الولد الشرقي وكنصور وكيصور ليا ولد الشرقي. يعني هو كيتعطل وانا كنتعطل داكشي علاش ولد الشرقي كيتعطل حيت انا كنتعطل. مني كنتعطلوا بجوج كيكون المشكل في التصوير حيت كيدي لنا بزاف ديال الوقت وما كنبغيش نلوحوا اي حاجه ضروري خاص شي حاجه تكون مزيانه ولائقه للجمهور انا ما عمرني نقدر نقول تطلع عشان المهم انا كنخدم مع الانسان بالنيه ديالي و... وهو هو بزاف الناس خدمت معاهم وبزاف الناس طلعوا طلعاتهم الخدمه ديالهم والله سبحانه وتعالى عاونهم والخدمه ديالي شي هي كاينه تما ولكن ما نقولش طلعتو نقول خدمت معاه وربي يبغى وصل الله يسهل عليه بزاف الناس انا خداو الافكار ديالي يعني بزاف كاين اللي نقلو كاين اللي كشبت ليهم كاين بزاف الناس خدمت ليهم وما نمن عليهم والله يسهل عليهم الاشكاليات اللي كنلقى التصوير بعض المرات كتلقى كتلقى مشكل في بنادم ما كيعرفش يصور كتبقى تحاول مات تحاول مات حتى كيضبط لك الفكره مزي... كيضبط لك الدور مزيان وبعض المرات كتلقى مشكل مع مع الماره كيقول لك خويا عندك نبان في كاميرا عنده وبعد في عندك وبعض المرات كتلقى المشكل في اوتوريزاسيون ان ما عندكش واحد الاوتوريزاسيون اللي مسموح لك انك تصور في اي بلاصه. كانت عندي اخوي كنت في البلدي عامل نظافه ومن بعد خرجت منها لاشباه اسباب شخصيه. محتوى الويب المغربي هو محتوى متعه فهمتي في بزاف الحوايج في محتوى هو... كاين محتوى رائع كاين محتوى زوين كي هادف كي واعي كاين محتوى كي كيطيح لك ال... كيطيح لك من من شنو نقول لك ما كتكونش كاين محتوى كيدير لك ثقافه عامه وكاين محتوى كي باثل بحال الروتين اليومي بحال بحال بزاف الحوايج اللي كتشوفهم باغيين يخلقوا البوز على والو عايرني نعايرك باش نديروا البوز وكذا راكم عارفينهم راه بزاف طموح اخويا هو ما نقول لك الطموح ديالي هو انني نبقى زوين مع بنادم ونوصل لواحد الهدف زوين ونبني مستقبل ديالي عادي دار زواج طوموبيل صافي هذا هو ما عنديش احلام كبيره خويا رسالتي للجمهور اش مهم مهم أه كنشكركم اخوتي على المتابعه ديالكم في القناه ديالي وكنشكركم على المتابعه ديال على قناه اش او نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم في الافلام الجايه ان شاء الله اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله